ديالو شويه جاتو مغمق، ولكن هو كيجي هشيش ولذيذ. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفقاس وتحاولوا ديروا بحالو. المكونات ديالو بسيطه وهي كالتالي. عندنا هنايا يعني انا درتو بالنافع والزبيب واللوز، نتوما يمكن لكم تغيروا في المكونات ديالو كيف ما بغيتوا. فغادي ناخذوا عندي هنايا واحد 6 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس مخلط فيه الزيت والزبده، والزبده يعني غير بحراره المطبخ، انتما شفتوها بقوه الحراره راها دابت. عندي كاس ونصف ديال السنيده او سكر يعني حبيبات، يمكن لكم تضيفوا يعني نصف كاس اخر حيت انا ما كنديرش حلوه بزاف. هنايا كاس ديال الزنجلان اللي نقيته وحمرته شويه، هنايا النافع حتى هو منقي وما مطحونش، اللي بغى يطحن يطحنوا. وهادو جوج خمارات وواحد فاني كما العاده. والمنسمات يمكن لكم ديروه نتوما بالبشر البرتقال او الحامض او غير ذلك. هنايا اللوز اللي خليته واحد الساعه مرقد في ماء الزهر، والدقيق على حسب الخليط. كتجي العجينه لينه ماشي قاصحه وماشي خفيفه بين وبين. فغادي ننتقلوا، غادي ندير واحد قبيصه ديال الملح باش نعدلوا بها يعني الذوق، وغادي نضيف الزيت والزبده. ونضيف السكر سنيده، ونضيف كذلك الزنجلان، ومن بعد غنضيف النافع. يمكن لكم تضيفوا كذلك حبه حلاوه الا بغيتوا. بالنسبه للوز غادي نحيد له داك الماء الزهر، يعني نقطعو من ماء الزهر باش نضيفو. كنضيفو هكا كما كنقطعو، ما والو كنخليه صاين حيت هو ملي غنقطعو الفقاس غيتقطع معنا بسهولة لانه دابا مرقد في ماء الزهر. ضفت النافع، غادي نضيف الفاني والخمارات ونخلط هاد المكونات كامله مع بعضها. انا ما كنخلطش كل حاجه بوحدها، كنعمل هاد الطريقه وكيجي زوين وكيجي هشيش، حيت هاد الفقاس ما كيبغيش العجينه بزاف وتخلط بزاف باش كيجي مقرمش. فغادي نخلط هاد المكونات كامله، ومن بعد نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه في نفس الوقت، ما كتكونش يعني ماشي سائله وماشي قاصحه، يعني بين وبين كما كتعرفوا، لان هذه العجينه غادي تختمر داخل الفرن، فخصنا ما تكونش قاصحه باش ما تجيش معجنه من الداخل. السر ديال الفقاس هو انك يعني تدخل الفرن، هو الفرن ميكونش ساخن بزاف، وديرو على حراره 170 درجه، ما تبقاش تفتح عليه الفرن، تخلي واحد المده ديال 10 دقائق، واحد المده ديال 6 دقائق يطيب من التحت وعاود 6 دقائق من الفوق، مجموع ما بين 12 دقيقه الى 13 دقيقه. وملي تخرجوا تغطيه بواحد يعني واحد سيرفييت، واحد الفوطه تكون شويه مبلله باش كيرطب، وما تقطعوش في داك النهار حتى لغد، يعني تخليه على الاقل واحد 12 ساعه يرتاح، باش ملي كتقطعوا ما كيديرلكش الكاس يعني ديك الكسور، والسكين يكون حاد جدا باش داك اللوز ملي كتقطعو كتقطعو في دقه واحده، ما كتبقاش تدي وتجيب الموس. هكذا كتحصل على فقاس ساهل وقطعو يعني بالديمونسيون اللي بغيتي انت، يعني بالسمك اللي بغيتي. غادي نخلط هاد المكونات جيدا، ومن بعد نضيف الدقيق شويه بشويه باش نحصلو على واحد العجينه تكون لينه ومانيابل، يعني نقدروا نتحكموا فيها. فهانتوما معايا،
كنبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه، وحنا كنخدمو بيدنا تنحصلو على واحد العجينه اللي كتكون العجينه ديالنا اللي كتشوفو هي الفسحه، هي هكذا لينه، هي من بعد غادي بينو هكا متوازنين، نحاول نقطعو نقد بعضياتهم نقدهم يعني باش عطيونا دي بودان هكا طوال، دي باطوني طوال، وغادي نديرهم في واحد الصينية لي سبق لي درت فيها الورق. نتوما كتشوفو يعني إلا بغيتو الفقاس يكون طويل غادي تغمضوهم، إلا كنتو بغيتو مويان يعني متوسط فغادي تخليوهم بعد ملي يطيبو عاوتاني نقطعوهم نخليوها تتسقى. غادي نستمر هكا ليلة كاملة من الأحسن، نديرهم في واحد الصينية اللي فيها الورق ديال الطبخ. تقطعو معانا بسهولة، غادي ناخد هاد العجينة ديالي غندير ليها دي بوطان اللي كيبغي نقص شويه يخليهم غلاط، اللي كيبغي شويه واحد الشكل يكون يديهم تقريبا تحت، هما مازال غادي نفس الحجم غادي يختمروا معنا، كانت فيهم خميره ديال كيماويه غادي يختمروا معنا، فغادي نديرهم قد هكا حتى نساليهم كاملين. غادي نجيب الصينية ديال المطبخ وغادي نضيف فيها الورق ديال المطبخ، الصينية ديالي الفوق نضيف فيها هاد البوتان. من بعد ما صوبتهم هكا لي بودان هكا طوال، معلقة كتحكمو نتوما في الغرض ديال هاد لي بودان. القهوة السريعة الدواء غادي خديت البيضة، صفة ديال البيضة نحكي غادي ندهن به، زدت عليه القهوة السريعة الدواء البان وواحد شوية الحليب خلطتهم، غادي ناخد داكشي غادي نحاول وغادي نبدا نعمل واحد الزخرفة غير بالفورشيط هكا غير باش شوية نعطيو باش ملي كيطيب كيجي واحد الشكل زوين. القص سمحوا لي راني سخفانة سخفانة لي الكوزينة سخونة، مبغيتش نحل الباب باش ما يخليش داك الصاد ديال الكوزينة لبرا. غادي نديرو هكا ومن بعد ناخد هاد الشيطة ونبقى ندوز على الوجه ديال القص ديالنا، وما غاديش يعني حتى نشعل الفران خليه يسخن واحد المدة ديال 5 دقائق على الأقل، عاد ندخلو ندير النار تكون من تحت على درجة 170 درجة، ومن بعد ملي تحمر واحد شوية ما نخليهمش يتحمرو بزاف حيت هذا غير نص طياب، غادي نشعلهم عاوتاني من فوق هكا واحد المدة ديال 8 دقائق من التحت 8 دقائق من الفوق حتى يتحمرو شوية، ومن بعد نخرجوهم نخليهم حتى يبردو، يعني نعطيهم واحد التوب باش يبردو، من الأحسن نخليهم ليلة كاملة باش ما يجيناش صعوبة في التقطاع ديال القص، كنعرف القص كل ما برد كيسهل التقطاع، وصافي هكا غادي نبقى مستمرة. من بعد غادي ننتقلو باش نوريكم النتيجة النهائية. هانتوما كتشوفو أنا تحمرو شوية زايد، مخصهمش يتحمرو حتى لهاد الدرجة، ولكن ماشي مشكلة، أنا غادي نخليهم يباتو ليلة كاملة، ومن بعد غادي نقطعوهم ونعاودو نحمروهم مرة تانية، كيطلعو شتي كيطلعو مكيطلعوش داكشي علاش قلتلكم أنا خصكم تحكمو في هدا لي بودان ديالكم باش ميجيوش رقاق بزاف وما يجيوش عاوتاني غلاط بزاف، ثم على حسب الشكل ديال هذا ديال الفقاس اللي بغيتو، الموس يكون ناضي باش يقطع هادشي باش كيجي، هانتوما شفتو اللوز كيفاش كيجي مقطع فيها هكذا، ها هو هي باينة عاوتاني باش كيجي باين، خص غير الموس يكون ناضي وتبيتو ليلة كاملة باش سميتو باش يتقطع معكم بسهولة، من الأحسن يكون موس ماضي بزاف باش ميكون حتى شي كسور، نتوما كتحكمو في السمك ديالو ولا العرض على حسب لي بغيتو غليظ ولا رقيق، نجمو معايا باش نكملو بقية الفيديو.